عسلامة، مرحبا بكم في كوشينة حنونة. اليوم ان شاء الله باش نعملو باتي بالكروفيت. ما نعرفش اذا كنتوا تعرفوا الوصفة، اما اكيد لازم تجربوها خاطرها بنينة بنينة مش نورمال. وبالطبيعة قبل ما نتعداو للطريقة، ندعوكم انكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد الكل. ما نطولش عليكم، نتعداو للمقادير. باش نستحقوا 400 غرام فرينة، باش نحط عليهم مغرفة صغيرة ملح، 130 غرام زبدة، هنا استعملت زبدة نباتية. وباش نرمل أكل عجينة، أكل زبدة حتى لين تتخلط مع الفرينة. وبعد باش نزيد عظمة، هذيك بيضة كاملة، ونخلطها مع بعضها وندفي شوية حليب باش نلم بالحليب الدافي لين تتلم العجينة. كمية الحليب انتي والفرينة، كل فرينة وكيفاش تشرب. ما تتعجنش العجينة هذه، جست انا تتلم بشوية بشوية. صدقوني عجينة ناجحة على الاخر، باش ترحمولي على والدي، خاطر تنجمو تستعملوها في برشا، في اي نوع متاع باتي، بالدجاج، بالحم، كيف ما تحبوا. وان بلوس تنجم حتى تجيرولي. دونك بعد ما لميتها باش نلفها بالألوفري ونحطها ترتاح شوية، حكيت نفي الساعة. وباش نحضر الفارس، دونك باش نستحق 50 غرام زبدة ذوبتها، وباش نزيد عليها 2 ثوم مبشورين، مش أكثر، راهو 2 ثوم، وذيك شوية كروفيت، حكيت 300 غرام يكفي. باش نسوتيهم شوية في الزبدة والكثوم، وباش نزيدو 50 غرام فرينة. دونك 50 غرام زبدة، 50 غرام فرينة، وهنا توسعوا بينا، نحاولوا نطيبوا مليح الفرينة، ونزيدوا عليها 500 مليلتر حليب. دونك 50 غرام زبدة، 50 غرام فرينة، 500 مليلتر حليب، هذه الباز متاع اي صوص بشاميل تحبوا تستعملوها. واني اخترت باش نعملها بالكروفيت، صدقوني راهي تجي بنينه بنينه على الاخر، سورتو اللي يحب مطعم الفريد ميل. دونك نطيبها على نار هاديه حتى لين تعقد لي الصوص بشاميل. وهنا باش نزيد شويه فلفل اكحل ورشيشه ملح، 50 غرام جبن، ونخلطها على البارد. نخلطهم مليح مليح، وباش نخليها تبرد شوية غطيتها بابي الفري باش ما تعملي شكل القشرة. بعد حكيت نفي الساعة، خذيت العجينة قسمت على زوز، وباش ناخو نحلها. هكريتو كيفاش تتحل، تتقطع لحد شيء، حلينها ساهل بشوية فرينة. وتوا ما تبقى لنا كان باش نحاولوها في البلاتو. بلاتو اختاروا الشكل اللي تحبوا عليه. تبعت الاحرف بالسكينه كيف ما تشوفوا في الفيديو، وما تنسوش كضريبه بالفرشيطه باش ما تفوش البات. وتوا باش ناخذ اكسوس بشاميل بريحه الكروفيت، بالحق راهي فوحه برشا. ديجا هكا هي تنجموا تستعملوها حتى فون دو تارت، معناها مش لازم باتي. كان ما عندكم شي وقت بالطبيعه، جست دي باركيت وتحطوا الصوص بشاميل، ترشوا عليه شويه جبن، دخلوها شويه للفور تتبصمتك يذوب الجبن، وكها. انا عطيتكم وصفه اخرى مع وصفه الباتي. باهي ما نطولش عليكم، زدت شويه زيتون، شويه معدنوس. تحبوا تزيدوا الكبار تنجموا تزيدوا الكبار زيادة، تحبوا تزيدوا شوية فلفل برعبيد للي يحب الحرورية، هنا تنجموا تتصرفوا. دونك باش نحط الصوص بشاميل، هوني حبيت نقول لكم ملاحظة، راهو الكعبر صغار، دوكم كعبر الفروم ماهمش الفرينة كعبرت ولا حاجة، باش نبداو واضحين. دونك باش نكملوا بقيه البات، نحطوها فوق البشاميل،
وزينوا كيف ما تحبوا هنا على راحتكم، كل واحد كيفاش يحب. يعني كيف العادة أنا كيف تجيني فكرة نحب نقول لكم عليها، نشارككم شوية أفكار أنا باش نحصلوا حويجة تبدأ مزيانة. وما تنسوش كيف العادة أصفر عظمة وشوية حليب، تدهنوا البات من الفوق باش تعطينا اللمعة هذيك. ما تنسوش باش تسخنوا الفور 170-180 درجة. وكيف ما العادة دي ما نقول لكم راه كل واحد والفور متاعه، وتبعوا الكويسان. هو الحشو طايب معناه جست باش تطيب البات. نعم كيف ما تشوفوا فيها هنا طابت، بالطبيعة هنا تخليوها شوية تبرد باش تنجموا تقصوها. هي كل ما تبرد كل ما تعقاد معناتها. ان شاء الله يا ربي عجبتكم الوصفة، ان شاء الله تجربوها وترجعوا لي بآرائكم. وتو ما تبقى لي كان نقول لكم الى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله. دمتم بخير.